الفلوس هي أسلوب حياتي. صباح الخير يا عالم يا غني. بصوا عليها، أنا أكيد عجباني. أنا هخرج في ميعاد. ما افتكرش إن ده فعلاً وشه. ها؟ ميبل، هاي، أنا كنت مستنيكي. ليه البروفايل بتاعك عليه صورة حد تاني؟ شش، مفيش كلام تاني. الورد ده علشانك. على أي حال، أنت عارفة إن العمدة تبقى مامتي؟ أنا طفولتي كانت فعلاً رائعة. ماما كانت دايماً بتجهزني علشان أكون مكانها. أنا اتربيت بشكل رائع. ماما، ممكن آخد فلوس؟ أنا في اجتماع. بس أنا ابنك. دقيقة واحدة، أنا نسيت محفظتي. معاكو كاش؟ شكراً، أنتوا ساعدتوا المدينة بتاعتنا جداً. نرجع للاجتماع. ممكن تصدقي ده؟ كده كفاية، شكراً. ها؟ استني، أنا ما قلتلكيش أهم جزء. دي أجمل أغاني للجري. يلا يا تشاد، أنت بطل. إيه اللي حصل للصوت؟ يو، خليني أخد نفسي. ده رائع. أها، ممكن نروح السينما؟ فيلم. شكراً إنك فكرتيني. أنا ما قلتلكيش إن بابا صاحب السينما. كان في مرة. خلينا ندخل، الفيلم هيبتدي. أقفوا، مستر تشاد الأول. إيه؟ مين ده؟ هو ليه دخل على الطابور؟ شوف حضرتك، بابا صاحب السينما، فهمت؟ شمال، دلوقتي يمين. أقف، هاي، تشاد، أهو الفيلم الجديد، ودي النسخة الوحيدة. أنا عندي حاجة أعملها. شوفي معايا إيه؟ النسخة الوحيدة من الدي في دي. عندي مكالمة. حلو الكوستر ده. لأ، الدي في دي باظ. فكر يا تشاد، فكر. المشاهدين موجودين، مش هيشوفوا فيلم 3D بس، دول هيتفرجوا على VR كامل. واو، رائع، المؤثرات الخاصة رائعة، ده حقيقي جدا. خيوط عنكبوت حقيقية. برافو، مذهل. قبلني يا سبايدي. مش مشكلة. أيوة، ده كان ممتع. هاي، شنطتي. تشاد، استني، أنا ما خلصتش. هو فين؟ أقف عندك، رجع للليدي الجميلة شنطتها. أنسة، اتفضلي الشنطة. سبايدي، اتفضلي اليونيفورم، ارجع احرس الكلية. أيوة، أنا ما قلتلكيش إن أنا كنت الناظر. الامتحان ده صعب قوي. روندا بتكتب إيه؟ هاي أستاذ، دول بيغشوا. طيب، أنتوا مش هتقدروا تغشوا تاني. فكرة هايلة يا أستاذ. أهلاً الناظر. إيه؟ مش سامعك. طيب، أنت محتاج تعمل قانون جديد. فهمت يا مايك، من دلوقتي الغش مسموح. ايه الحرف ده؟ روندا، خطك وحش قوي.
إيه؟ أهم. هاي يا حارس، في حد سرق اللوحة بتاعتنا. اصحى. إيه اللي حصل؟ مبروك، أنت مرفوض. مع السلامة يا بيتي التاني، هتوحشني. هاي أنت فاضي؟ تعالى أنا هعينك. ده حارس الأمن الجديد، ما حدش يستهين بيه. ووهو! هاي ما تجريش، أنا بكلمك. ها؟ آسف يا مستر سبايدر، مش هعمل كده تاني. دلوقتي الكلية هتكون في أمان. كان أفضل حارس، هو فعلاً حارب الجريمة. ها؟ آه، شوفوا مين هنا. أنت كويس يا ابني؟ هي مش مضايقاك مش كده؟ أنا كويس. ده عمي جوني، هو وطنط فينيسا مصارعين. أنا بحلق لأول مرة، ساعديني يا مكنة الحلاقة. هاي ابني، انت مش محتاج موس حلاقة، انا هوريك ازاي المصارعين الحقيقيين بيحلقوا. شد شعرك ببساطة. ايوة، شده كله. موت يا شعر موت، خليه ناعم. فهمت؟ حظ سعيد. شكرا على النصيحة يا انكل جوني، لكن انا بحب الموس بتاعي اكتر. انا عايز تابلت جديد، أتمنى حد يجيب لي واحد. أنا بحبك يا تابلت. تشاد، أنا وعمك جبنا لك هدية، افتحها. واو، دي علشاني؟ لكن ده لابتوب، أنا كنت عايز تابلت. هاتو، أنا هحول اللابتوب لتابلت. تمام، أهو التابلت بتاعك يا تشاد، عجبك؟ أنت ابن أخونا المفضل. استسلمي يا مخدة، أنا هخنوك. أنا كسبت. أنكل جوني، شوف أنا جبت A بلس، أحسن درجة في الكلاس. واو تشاد، أنا مش مصدق، أنت البطل بتاعي. وبطل الجرامر بتاعنا هو ساحق الكتب تشاد، هو ده بطل العالم الجديد. ده ابن أخويا. صباح الخير، الفطار جاهز. دي البولات بتاعتكم والمعالق. هاي طنط فينيسا. اصحوا يلا، الكورن فليكس نازل الحلبة. يلا كلوا. اوه صح، انا نسيت اللبن. اللبن نازل الحلبة. شكرا طنط فينيسا، انتي عملتي احلى فطار. دي العيلة بتاعتي. واو، ممتع جدا. احكي لي أكتر، إيه مشكلتكم يا جماعة؟ آه، أنت أفضل شاب في العالم، فعلاً؟ يبقى دي علشانك، أنا؟ عايزين قصة تانية؟ احكي لنا أكتر يا تشات. أنا زهقت. آه، عارفين قصتي عن الملاهي المائية؟ لأ؟ طيب اسمعوا. ايه؟ هو المطعم ده بتاع تشاد؟ اوبس، حبيتوا قصتنا اللي بمليون دولار؟
قولونا في التعليقات إذا كنتوا عايزين تكونوا أغنية زي تشاد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش الفيديوهات الجديدة المضحكة من تروم تروم.